السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني: أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث: المشيئة. هذا يقول الآن بعد الدرس أريد أذهب إلى الفندق، شاء الله أن يذهب الفندق ذهب، شاء الله أنه لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملوا، الله خالق كل شيء. هذه مراتب أربعة. ماذا أصنع أنا؟ لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة، تحسن الظن في الله، تقول أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله يجعلني وأكون منهم من أهل الجنة، أعمل أسعى لهذا وأنا مؤمن، أدعو الله وأعمل وأحسن الظن في الله وأتجنب طريق أهل الشقاء، وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق وإياكم يا رب. أحسن الظن في الله، أجمع بين العلم والعمل والدعاء وحسن الظن، وبهذا أجمع بين القضاء والقدر، مفهوم؟ لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يشرب الخمر وتسأله وتقول لماذا تشرب الخمر، يقول لو شاء الله ما شربت الخمر، مفهوم؟ ايش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضرب، قل قدر الله، قدر الله أن أضربك، اقتنع اتركه، لم يقتنع اعطيه الثانية، مفهوم؟ أو خذ ما في جيبي، أي شيء، وكسر أو قطع النقود. لماذا؟ قل قدر الله، إيش أصنع لك أنا، مفهوم؟ لا، أنت تقدر الخير، لماذا تقدر الشر؟ ولماذا لا ترضى أن تتقطع النقود؟ ولماذا لا ترضى أن أكسر القلم مثلا؟ إذا لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل عمل أهل السعادة ولا تعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل العافية والسلامة، والله أعلم.